السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كرم سام جديد معكم يا محمد. فيديو النهاردة يا جماعة من لعبة قوية جدا وحصرية، فينيكس كونكر، لعبة مجانية. أنا بقول لك البداية أهو، لعبة مجانية. بس هتقولي إزاي يا عم؟ بقول لك أول حاجة بس تعمل لايك وشير، لايك وشير واشتراك في القناة. يلا بس عايزين نوصل لأكبر عدد من المشتركين بإذن الله تعالى في أقرب وقت. عايزين نوصل 20,000 بقى يا إخوانا. يلا هانت هانت بإذن الله تعالى، بفضلكم بعد ربنا هنقدر نوصل. أهلا بيكم في عالم فينيكس كونكر. اول حاجه عايزين نعرف ازاي نقدر نسجل ونحمل اللعبه، واقول لكم باقي التفاصيل. اول حاجه من خلال الريجستر، تكتب يوزر نيم، الباسورد، باسورد تاني، الايميل، الكود، تعيد على الكود تاني. بعد كده تدوس اي هاف ريد اند اجري تو ذا جيم رولز. بعد كده تدوس على جريت اكونت، الداونلود، تحمل اللعبه. زي ما انت شايف اللعبه ما تكملش 700 ميجا على بعض من ميديا فاير او ميجا او جوجل درايف. الافضل ليك ميديا فاير او جوجل درايف، لان ميجا ساعات بيقف. انا بقول لك اهو. طيب يا عم ايهاب، انت خدتنا على مشمنا وبتقول ان اللعبه مجانيه، ازاي؟ هوريك انا. بص يا معلم، بتختار الشخصيات اللي عندك. اخر شخصيه موجوده هي النينجا، هتلاقيها تمام. ممكن تدوس نيكست، تختار. انا اخترت مونك. ايه الذكاء ده؟ قلت راجع انا عندك وكده، هتلاقي كل حاجه. انا مختار نينجا. انا كنت عامل اسمي وينو كونجر، مش عارف قبل ما اغيره ل دبليو كي سي بي ام، مش عارف اذا كان هينفع يتعمل ولا لا. هينفع يتعمل زي ما انت شايف اهو. جريدنج مابس، بتتفتح اللعبة دلوقتي كويس جدا، وفتحت اللعبة معانا. طبعا بتدوس على اوبشن اول حاجة عشان نلغي الموسيقى والكلام ده كله. طيب ادي اول ما بتنزل اهو، اول ما بتنزل اهو زي ما انت شايف. بص هوريك انا اهو حاجة مهمة جدا، الاف بي اس زي ما انت شايف طاير اهو، لان اللعبة اصلا كلاسيكية. بتروح لعم سبحان فاليتش جيدمان، بتختار شخصيتك اللي انت عايزها بقى. بص بقى، انت بتختار السكند، بتنزل سكند كمان ببلاش اهو. شابت شخصيات دروجان، ارشر، مانك، فاير، ووتر، نينجا، وبس كده فقط لا غير. اول حاجه بنختار ووتر عشان الاستجما، وورير عشان خاطر السكيل الدفاع بتاعته، وكمان نينجا. يس بليز اهو، شوف نازل بصطف جاهز 12 كمان هيفي رينج ورينج. تخيل انت الاثنين معاك، هيفي رينج ورينج. حلو، بداية حلوة جدا. بتدوس بقى يا معلم هنا، ايه بتلبس الحاجة بتاعتك، الاستاف بتاعك. بص بقى بتنزل ايه كمان اهو، وبص ليفل 140 سلسلة التاور اند فان اهو، كل الكلام الحلو ده يعني. تمام، استنى البس الناحية التانية هنا اهو. انا مبحبش بس ايه العلامة الحمراء دي، بتضايقني انا والله. وفي هيفي رينج برضه، الاتنين باوند كده كده بلس 12. Welcome to Phoenix Conquer. شوف دي البداية اهو، البداية بلس 12 مع 50,000 سبيس والدنيا مرتاحة معاك. طب هتقولي يا هبة، ممكن كده كل واحد يعمل اكونت جديد وياخد 50,000 سبيس؟ اقول لك ليه تتعب نفسك، ليه تتعب حتة ارشر تعمله. اعمل اكونتين، واحد ارشر وواحد اللي هتلعب بيه. تمام، طب بعد كده ايه المفروض يحصل؟ هقول لك انا ايه المفروض يحصل. استنى كده بس اخليه بروموشن ذا بود ليدر اهو. ليه تتعب نفسك؟ ما انت اهو 12 عندك جاهزه ومرتاح، ودمك 7 والدنيا زي الفل، بس هزود له تشيبي يعني. طيب يا عم ايهاب، ايه دلوقتي قلت ليه ما اعملش اكونت كل شويه واقدر اجمع سبيس؟ اول حاجه هقول لك ليه، ان الوحوش اصلا بتوقع لك 100 سبيس. بص الوحش الواحد 100، اي معايا 200 دلوقتي، هتبقى استنى كده 200 وهكذا. شفت بسيط يعني، مش محتاج اهو. بضربة واحدة اهو، بص ضربتين، ثلاث ضربات. طبعا زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا. طب هتقول لي يا عم ايهاب هنا الوحوش قليلة ومش عارف ايه. شايف؟ بص 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 بص، مش محتاج مش محتاج مش محتاج، ادي شايفه اهو اهو. طيب انت بتقول لي مثلا هنا مش هينفع يا عم ايهاب عشان خاطر مفيش وحوش كتيرة، ممكن نخش على الايب، نجيب سكيلات الطيران كده حلوه، هي المفروض سكيلات السرعه بس انا مجبتهاش. تمام اهو اهو، تخش هنا تفضل تضرب وتفتكر ايام زمان الحلو. ابص اهو زي ما انت شايف اهو، تفضل تضرب 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 تضرب. و اي هاف اهو، في دراجون بول وقعت يا عيني، ده كمان في ماتيريالز بتقع ودراجون بول. شوف شوف شوف، الدنيا مرتاحه قوي. تمام، السول اخره بي 6 يا جماعه، السول اخره هنا بي 6. تمام، عشان بس ما تبقاش ايه بتدور كتير.
السول هنا اخره بي 6. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالى كده بس انا عايز ايه، نخش الماركت. شوف انا كملت دقيقتين اهو وكملت بالالف سبيس، بدل ما تقعد كل شويه تعمل اكونت وتعمل نفسك ناصح وكده يعني. انا عايز بس ايه اعدل على الشخصيه بتاعتي اللي انا عايزها ووتر تروجان ارشر. هتقول لي يا عم تعمل الشفره تريح دماغك، اقول لك انا فاهم، بس انا ايه عايز اجرب ان ده شغال كويس ولا لا. كلف 2000 سبيس يا بلاش والله. اهو ووتر ليفل 115 ووتر ساند. اعمل تاني تشنج ماي كلاس تروجن. استنى اهم حاجة السكريبت معايا، السكريبت معايا تمام. سكيلت الاكس بي المفروض تبقى معايا تلقائي، كله يبقى تلقائي اهو. سكيلت سايكلون. بعد كده بننزل اخر حاجة ارشر. يا جماعة الشفرات والكلام ده كله ده شان بي ام، فاهمني ازاي؟ فانت ممكن تريح دماغك اه زي ما انت شايف. ورجعنا ارشر تاني. طبعا الاجيلتي لازم ازود، الاجيلتي لازم اعمل اهو تعديل للنقاط. الشفرات دي بقى ممكن تستخدمها عادي خالص، الشفرات اللي هي بتاعت النقاط دي تمام، دي ممكن تعملها عادي خالص. يعني انا مثلا هنا عايز كام بالكتير عشان خاطر القوس والكلام ده كله. بص يا سيدي انا عايز في القوس 256، بعمل اجيلتي على فكرة الاستاف اخره 140. ها الاستاف اخره 140 تمام. تعالى بعديها نحط على السترينس اس تي ار. انت بتاخد اول 3 حروف من كل حاجه وكده. لبسنا القوس يا معلم، والباقي في الدم 207، او ممكن تعدل على الكل تحط كله في الدم وتريح دماغك. حلو خالص كده بقى معانا السرعه عشان نقدر نضبط نفسينا. يبقى ميس بس في الوحش ستاف بلس 12 جاهزه، كون سكند جاهز، كله جاهز يا معلم. وخد واديله واديله عدي، اديله ادي اديله ادي. ادي السرعه بقت معانا اهو، شوف في ثانيه الا ثانيه. اصلا هي كانت معايا بس مش عارف اتلغت. المهم يعني ادي يا معلم الدنيا متظبطه ومرتاحه ازاي. زي ما انت شايف الوحوش كتيره جدا جدا جدا، مفيش اي دروب اف بي اس، بنج متظبط، الدنيا مرتاحه خالص اهو. تقعد تجم، شايف الوحوش قد ايه؟ شايف الوحوش قد ايه؟ بص عشان تشوف بنفسك اهو، يعني اللعبه مش تتعب معاها نهائي. يبقى انضم لعالم فينيكس كونكر، هتلاقي الرب بتاعها في الوصف. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوف في ثانيه الا ثانيه. تعال بس اوريكم ايه، اوريكم تحت في الوحوش الروبن اللي هي في الطيور دي، عصافير اهو. بص كذا مكان تقدر تلم منه يا معلم، كذا مكان تقدر تلم منه عادي خالص، وترفع في الدونيشن وتزود وتلعب وتعيش يا معلم. بص اهو كذا مكان هتلاقي مليان وحوش، شفت ازاي؟ بسيطة وسهل. تعال نشوف البيرد. انا كنت المفروض اقفل الفيديو بس انا عايز ايه، عايز اثبت لكم ان الدنيا مرتاحة في كل حتة. اهو زي ما انت شايف البيرد تمام. الوحوش تريد دراجون وغيره موجودين وكله زي الفل اهو، زي ما انت شايف كله شغال وعلى القسط يابا تمام. يلا بقى مستنيكم لايك وشير في كل جروبات صفحات كونكر تايس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.